تبارك الرحمن، طبعا من حلال المزرعة البراهمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم. وهناك ما شاء الله أيضا الأمرك يرعون شوية رعي بسيط. طبعا كثير من الناس يدورون البيض الأورجانيك، يقولون نبغي بيض طبيعي 100%. نحن في بيئة وفي مناخ حار، فما عندنا المراعي الطبيعية 100%، فيستحال اليوم أن نقول بنوفر يعني بيض طبيعي 100% دون تدخل الإنسان. ولكن في أشياء ممكن أن المربي يسويها، مثل الأشياء اللي تعوض أو تكون بديل للإنتاج أو للبيئة الطبيعية اللي تكون 100%، هي الزراعة، هي ترك الحلال في المراعي، هي ترك الحلال في المزارع. فهذه الأشياء تعوض نقول، أو تكون قريب من